Good morning my student, how are you? اليوم أول رح نبدأ بوحدة جديدة Unit 15 من كتاب Pupil's Book Page number 57 افتح كتاب الطالب صفحة رقم 57 Lesson 1 Exercise number 1 Learn the words Learn the words رح نتعلم لليوم كلمات جديدة وإذا انتبهتي أول كلها طبعا يا مس هون verbs أفعال Look at pictures In picture number one, two boys. عنده هون يا مس ولدين في الصورة. شو بحكي لهم؟ بيأشر بإيديه بحكي له stop, stop, stop بمعنى توقف. Stop بمعنى توقف. Picture two, jump, jump, jump بمعنى يقفز jump يقفز picture 3 عندي هون يا مس clap 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 بمعنى يصفق واكيد يا مس هاي الكلمة كثير كانت تمر معكم وكنت احكي لكم clap your hand clap بمعنى يصفق picture 4 hop hop هون يا مس هوب بمعنى يقفز لكن على قدم على رجل واحدة هون بمعنى أيضا يحجل لعبة الحجل أكيد بتعرفوها يقفز أو يحجل يقفز على قدم واحدة يحجل أو يقفز على قدم واحدة رن رن بمعنى يركض run يركض walk walk بمعنى يمشي walk يمشي walk يمشي نكتبهم مع بعض يا أول على دفتر النسخ عندي هون يا مس verbs شاين verbs أفعال هاي الكلمات اللي رح ندرسها لليوم تحفظها يا أول كلها عبارة عن أفعال verbs Number one حكينا stop stop بمعنى توقف stop توقف S و it sit و O stop و A stop 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 بدك تقرأ الحروف يا أول إذا يعني أكيد بدك تطلع على الكلمة كلمة جديدة stop ما رح تعرف تقرأها بدك تقرأ يا أول حرف حرف زي ما كنا نتعلم نأخذ بالصف S و it sit O stop و A stop stop توقف number two jump jump إج و أ هاي زي الفتحة بقرأها ج ج و M jump jump إب jump jump يقفز يقفز jump يقفز number three بمعنى clap clap عندي هون يا مس إك عندي حرف السي سوري حرف السي صوته إك إك وإل كل وآ clap إب clap يصفق يصفق number four عندي هون hop hop عندي يمس هذا الحرف صوته إيه إيه هو هو وإب hop يحجل أو يقفز على قدم واحدة Number five, run. الرؤى را وين run. الرؤى را وين run. run بمعنى يركض. run يركض. Number six, عندي هون يا مس walk. عندي هذا الحرف حرف ال silent. كيف بدي أقرأ هاي الكلمة؟ walk walk walk
walk. walk بمعنى يمشي. walk يمشي. تمام؟ نعيد من أول. stop توقف. jump يقفز. clap يصفق. hop يحجل أو يقفز على قدم واحدة. run يركض. walk يمشي. تمام؟ عندك هون يا مس اكسرسايز نمبر 2 ماتش. بدي اوصل هاي الكلمات مع الصور، الجمل مع الصور. نمبر 1 ذا بوليس مان از رانينج. ذا بوليس مان از رانينج، ان هون الشرطي في الصوره شو بيعمل يا مس؟ رانينج يركض. بيكتشر 4 الصوره رقم 4 ذا بوليس مان از رانينج. رايت نمبر 4 ذا بوي از جامبينج. The boy is jumping. الولد هنا في الصورة يقفز. Two or three. عندك هون three يا مس. Hop يقفز. نوع قدم واحدة. أما هون يا مس jumping يقفز. هون يا مس لما يكون على قدم واحدة بحكي hop. أما مس هيك بقفز بالهواء على بيكون يا مس قدم واحدة. Hop. القدمين run. Sorry jump. The boy is jumping. Picture number 2. هنا الولد في الصورة يقفز. Number 2. Sorry, number 3. The boy is hopping. هنا الولد في الصورة يحجل. Picture 3. Right, number 3. The girls are clapping. الفتيات هنا في الصورة تصفق. Clapping. Picture number 1. تمام. 4 2 3 1. open activity book. read and circle. number 1 look at picture. عندي هون مس اول انتبه للصورة. الفتاة هنا في الصورة hop walk clap. برافو يا اول. clap تصفق. circle about clap. Number 2, look at picture. This is a dog. كلب. Walk. Hop. Run. هون يا مس انتبه للصورة. هون الكلب شو بيعمل؟ يركض. Run. Circle about. Run. Picture 3, walk. Run. Jump. The boy is walking. Walk. يمشي. هون يا مس الولد في الصورة يمشي. Walk. Number 2. Look at picture. Picture number 1. He is. بدي أكمل الصورة. بدي أنتبه للصورة أشوف يا مس شو بيعمل وأكمل الصورة. هون يا مس بديك تنتبه إنه هون مرات بحكي is ومرات بحكي are. هاي قاعدة جديدة يمكن تستصعبها في البداية أول، لكن مع الجمل ومع الحل إن شاء الله راح تكون سهلة. هاي قاعدة جديدة اسمها present continuous. قاعدة المضارع المستمر. عندك هون يا مس بدي أحدد بالجملة إما is أو are بناء على الفاعل في الجملة. بدك تنتبه يعني الجملة بإيش بتبدأ؟ الجملة بتبدأ بفاعل. تمام؟ مثل هون عندي he، بدأت الجملة بهي، هي فاعل. هون بدأت الجملة بthey، they فاعل. بدي أنتبه إذا كان الفاعل في الجملة he أو she أو it أو أي اسم مفرد، شو بدي استخدم يا مس؟ بستخدم is. وبعد الis بدنا مس نكتب الفعل مثل هاي الافعال الموجودة عندي هون ونضيف لها ing. تمام؟ عندك يا مس بحكي لك لما يكون الفاعل عندي في الجملة we you they اسم جمع. we you they اسم جمع بستخدم يا مس هون عندي are وبعد ال are بيجي الفعل بنضيف له ing. شو يعني ing؟ for example يا مس عندك هون الverb clap clapping walk walking run running. تمام يا مس؟ وحكي يا مس انه بس لما يكون عندي الفاعل في الجملة I انا
هاي الفاعل، بيجي عندي مس ام وبعد الام الفيرب اي ان جي. تمام، بدك يا مس تنتبه اذا كان الفاعل دائما الجمله بتبدا بفاعل. اذا كانت الجمله تبدا بهي او بشي او بات او اي اسم مفرد نستخدم اس لما يكون الفاعل في الجمله. وي يو ذي اسم جمع بنختار في الجمله ار. تمام، بعد اس وبعد ار يعني بالحالتين بيجي عند الفيرب الفعل اي ان جي. بدي يا مس تكتب هاي القاعده على دفترك، هاي القاعده مهمه لانها راح تمر معك في السنوات القادمه، يعني بثاني بتمر معك، بثالث بتمر معك، برابع كذلك. تمام، هون بحكي لك هي از كلاب كلابينج، هي از كلابينج. ليش هون حكيت از؟ لانه عندي الفاعل هي، عندنا الفاعل هي. نمبر 2 they are walking، they are walking. ليش حكينا ار؟ لانه عندي هون they وهاي they مسيها موجوده معي هون، they بستخدم معها ار. they are walking. نمبر 3 عندي هون يا مس hop، انتبه على قدم واحده hop. عندي هون يا مس بنت، بستخدم مع البنت، بتعرف انه للبنت she هي وللولد او للمان he هو. بنت هون يا مس بستخدم she. طب بعد she يا مس بدنا نحدد يا اول، بعد she بدي استخدم is ولا are؟ انا يا مس ناسية، برجع هاي القاعدة موجودة معي، هاي she، بعد she بدي استخدم برافو يا اول، نستخدم is. she is وعند الفعل hop. شو بصير يا مس؟ hopping. شو عملنا هون بالفعل؟ ضفنا له ing. نمبر 4 عندي هون يا مس he or she man، رجل، بستخدم معاه يا مس he هو he. طب بعد هيك يا اول بدنا نحدد is او are. بدي انتبه هاي القاعدة هون امامنا، هاي عندي هي، بعد هي استخدمنا is. اذا هي is هون يا مس بركض بالصورة run. شو بدي اعمل يا مس بالفعل؟ بدنا نضيف له ing running. تمام يا اول، بتمنى منك يا مس تكتب القاعدة على الدفتر وتتدرب عليها وتكتب ايضا معاني الكلمات وتحفظهم. ولهون بنكون انتهينا من درس اليوم، ويعطيكم العافية.